بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيد الوالي، سيد العامل، إخواني الحاضرين جميعا، بما أن سيد عامل التقليد خلينا في البداية واحد المقتطف ديال الخطاب الملكي، واللي خليت منه واحد المقطع اللي كيقول الحاج يعجب ريحا. ولذلك انا كنشوف ان النظر الكبرى راه الناس كتعاني من الصحه، راه مرضى السرطان راه كيعانيو واحد المعاناه لا تصور. كيف يعقل المريض والعائله ديالو مريضه كيزيد المصاريف باش يمشي في الطرمات، باش يمشي يتعالج من الاشعه، ولا باش يمشي للوجدة، ومين كيمشي كيقولوا له سير 6 شهور 7 شهور 8 شهور كيرجع للنظر وكيموت. خصنا نفكروا جديا وفي اقرب وقت ممكن كيفاش يدار واحد المستشفى السرطان، ولا كيفاش غا نخرجوا هذاك المستشفى الجامعي اللي كيتمناو غادي يكون في هذه المدينه هذه. وما ننساش المرضى ديال القلب والتكلفة الباهظة والسفر والمعاناة اللي كيضربوها باش يداوى، ومني كيمشي باش كيضرب منا ضرر ولا حتى وجدة لا مينشوف بعدها نفس المشكل. المواعيد هذا هو الأساس اللي كنشوف، الطرقان والآخر ما بالو هذا الشيء، هذه اللي ما عندوش الصحة. أخي الناس تمتع بالصحة الأول، كيقول واحد المثال الصحة تاج وفوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا الله. ومازالو حنا صحاحين خصنا نوقفو مع هاد الناس اللي يقولو ما توقي طلال. والنقطة الثانية اللي عندي كيفاش نحاولو ندخلو شوية الشركة في هاد المدينة هادي باش الشباب يخدمو، نشجعو ونجيبو أي مدينة كنمشي ليها كنلقى فيها كارفور فيها بيميت فيها هاد إلا هادي المدينة هادي، ونحاولو نشجعو شوية الشركة باش يخدمو. ورجال الأعمال خصي يكونو شوية ساخيين باش يتعاملو مع هاد الناس يخدمو هاد الشباب هادي. راه النص ديال الناظور مشى عبر تركيا، راه الإنسان مابقاش شكون اللي يتزوجو دابا هنا في الناظور. والله العلي الحربي كاين واحد البنات كيهضروا معايا من مجلس سياسه العلماء باش كيقول الشباب كلشي راه مشى لتركيا، الجيل ديالنا شكون اللي غيتزوجنا حنايا؟ لا نكبروا لهم الخدمه. كنشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.